ممكن بشراكة مع لياسو. صباح الرحمة. صباح النور وسيم ليك ولكل مستمعي إكسبريسو إكسبريس أف أم. اليوم نحب نرجع معك على مسألة ارتفاع أسعار المعادن عالميا كما الذهب والفضة والنحاس، والياسو أصدرت في السياق هذه ورقة تحليلية قدمنا من خلالها مراجعة للتطور هذه متاع ارتفاع أسعار المعادن خاصة الذهب بعد فترة من المتابعة اللي قمنا بها في ضوء التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة اللي يشهدها العالم، وقدمنا من خلال الورقة هذه قراءة لارتفاع معناتها تأثير هذه شنو الارتفاع نتاعو على الاقتصادات العالمية والعربية ومنها الاقتصاد التونسي. أول حاجة ارتفاع أسعار المعادن وخاصة الذهب لازم نذكره اللي هو شهد مستويات قياسية تاريخيا من أكتوبر 2023، وهذا يرجع لبرشا عوامل. أولا الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتعرف وسيم اللي تاريخيا اللي يتم اللجوء إلى الملاذات الأمنة كما الذهب والفضة وقت اللي تكثر الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. ثاني عامل هو التوترات اللي شهدها البحر الأحمر واللي أثرت بشكل كبير على الحركة متاع التجارة العالمية. وثالث عامل هو استمرار الصراع الروسي الأوكراني. مثلا كان ناخذ سعر الذهب، نلقاو اللي سعر اللوقية أو الأونصة وصل ل 2400 دولار في شهر أفريل 2024، يعني تقريبا 7340 دينار مقارنة ب 1800 دولار للأونصة أو اللوقية، أي تقريبا 6418 دينار، هذا قبل أكتوبر 2023. يعني الزيادة في أسعار الذهب بين أكتوبر 2023 وأفريل 2024 تقدر الزيادة فيها ب 33%. وهنا نحب نحل قوس باش المستمعين ينجموا يفهموني أكثر قيمة الأونصة أو اللوقية بالنسبة للمعادن النفيسة كما الذهب والفضة أو البلاتين وغيره، تتقدر بحوالي 31 جرام. كي نرجعوا للعامل الرابع اللي يزيد يفسر زيادة الارتفاع هذية متاع الأسعار متاع المعادن، نلقاو الحفاظ على متاع المجلس الفيدرالي الأمريكي على نفس سعر الفايدة والإبقاء عليها دون تغيير، أي بين 5.25 و5.5%، وهي نسبة مستقرة وسيم من جوان اللي فات. ولازم هوني نستعرف اللي كل ما تبدأ نسبة الفايدة مستقرة أو منخفضة فالمستثمرين يلجؤوا أكثر معناتها المعادن النفيسة ذات العائد كما الذهب والفضة، بالنسبة ليهم تولي جاذبة أكثر ويوليوا في عظم يشتروا سندات أو يكون عندهم يستثمروا في ودائع يخيروا يمشيوا لأصول أخرى كما الذهب، لأنه هي ملاذ أمن للإدخار، دونك فالور سور إي فالور غوفوج. الحاجة اللي حابين نركزوا عليها زادة في الورقة التحليلية هذه وسيم اللي تلقاوها على موقع الياسيو الرسمي وصفحتنا على الفيسبوك، انه ارتفاع الطلب على ذهب بطبيعة باش يزيد بالضرورة في سعره، وهذاك علاش البنوك المركزية حول العالم حافظت على مشترياتها من ذهب مقارنة بعمناول باش نجم تواجه التضخم المرتفع واللي عنده تقريبا توا عامين. ووفق ما اعلن طبعا هذا عليه مجلس الذهب العالمي، واللي ذكر انه صافي احتياطات الذهب بلغ عند البنوك المركزية زي خلال الثلاثي الأول من 2024 قرابة 36,000 طن. وهنا نحب نشير إلى أنه البنوك المركزية تشري ذهب لبرشا أسباب، فيهم كما قلت اللي يحب يتحاوط من مسألة التضخم وارتفاع أسعار الفايدة والمخاطر الجيوسياسية اللي تنجم تصير إجمالا، وفيهم اللي يشري ذهب باش يحافظ على العملة متاعو ما تزيدش تطيح كما تركيا مثلا اللي ليرتها منهارة مقابل الدولار الأمريكي. نجيو تاول الأسعار في الفترة الجاية وسيم. المتوقع حسب المحللين والمختصين في الاقتصاد أنه الأسعار متاع الذهب بتزيد تطلع وتنجم توصل الأونصة 2500 دولار، هذا في حال ما تمش انحسار المخاطر الجيوسياسية وبطبيعة ما قلش الطلب عليه كما توا. وكان نحكيو على الفضة، العوامل اللي ساهمت في الارتفاع متاع أسعاره كيف كيف نفس التوترات تقريبا انعكست على أسعاره، دونك وصل سعر الأونصة 27.24 دولار، يعني تقريبا 85 دينار فاصل 62، بعد ما كان 23 دولار فاصل 20، يعني حوالي 72 دينار فاصل 93 في بداية 2024. نختم بالنحاس وسيم، اللي هو على عكس الذهب والفضة يعتبر مقياس للصحة الاقتصادية أكثر. علاش؟ لأنه ديناميكية أسعاره مرتبطة بشكل وثيق بالطلب الصناعي والظروف الاقتصادية، وسعره طلع من 3.802 دولار للرطل في بداية 2024 ل 4.676 دولار موفى أفريل 2024. والارتفاع هذا يرجع لبرشا عوامل بنذكر أبرزها: ارتفاع نشاط التصنيع في جميع أنحاء العالم مما ينجر على زيادة في الطلب بالطبيعة، فرض عقوبات جديدة على صادرات المعادن الروسية، تراجع إنتاج المناجم العالمية وخاصة في تشيلي وسيم اللي هي تعتبر أكبر منتج للنحاس، ولذا تراجع إنتاج النحاس وارتفاع أسعاره عندهم أكيد تأثيرات متعدة على الاقتصادات سواء العالمية أو العربية، على خاطر استخدامه يتم على نطاق واسع في توليد مثلا الطاقة، نقلها، صناعة كابلات وألواح الطاقة الشمسية، معدات الكهرباء والمصانع وغيرها.
بالنسبه لتونس وسيم، وهذه اخر نقطه، كيفاش ممكن تتاثر كيفها كيف بقي اقتصادات المنطقه بالارتفاع نتاع اسعار المعادن هذه؟ فالتاثير يتعلق خاصه بالموارد المستورده واللي تعتمد على النحاس كماده خام او كجزء من تركيبتها كما الاسلاك الكهربائيه والكابلات والمكونات الالكترونيه ومعدات البناء وكذلك الانابيب والادوات الصحيه. وبالتالي اللي حبيت نقوله اليوم في ممكن ونختم به هو عدم استقرار اسعار النحاس تحديدا ممكن تشكل تحدي كبير امام الاقتصادات اللي منهم اقتصاد بلادنا، لانه استعمالاته متعدده في برشا الصناعات، من غير ما ننساو زاد تاثيره على نسب الفائده والتضخم. ممكن بالشراكه مع لياسيو. شكرا لك، يعطيك صحة رحمة كمون، ديما تعلموا حاجة في فقرة ممكن. وهذايا دونك معناتها رجعت على ان بابي اللي صدر على المعهد العربي الروسي المؤسسات. شكرا لك، يعطيك صحة. عقدوا معنا مستمعينا، باش نمشيو فاصل قصير ثم راجعين باش نحكي.